بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا زدنا من التنوير يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل البهتان. الآن بفضل الله تعالى سنقارب بكل أدب وجد آيتين من سورة يوسف عليه السلام حتى تستبين لنا طبيعة معظم بني إسرائيل. ما هو خطر سيدنا يوسف عليه السلام وأخوه بنيامين عليه السلام؟ لهم أخوة 10، يغلب عليهم طبيعة العدوان وطبيعة غياب الإحسان وطبيعة لا كلام يقبل منهم بالضمانة. هذا بعض مما سنستفيد منه بزيارتنا لهاتين الآيتين الكريمتين.